نتعرف على قلعة جبل جينا في البوسنة، وهي قلعة يفوح منها التاريخ، بنيت في الأصل لمواجهة ووقف تقدم الجيوش العثمانية. بعد ذلك اتخذت طابعاً شرقياً إذ أمر العثمانيون بترميمها، بالتالي أصبحت تمزج بين حقبتين تاريخيتين. ولجمالها وتاريخها الحافل صنفت اليونسكو هذه القلعة كجزء من التراث العالمي. Esto ima jednu dugu i živopisnu tradiciju, dugu i šarenu istoriju. هذا المكان تقليدي ونابض بالحياة، له تاريخ طويل متنوع وثقافات مختلفة، وهو مكان صراع ومصالحة، وأيضا مكان للإنجاز، وترى ذلك في أعمال الفنانين البارزين، ليس فقط الرسامين والنحاتين، ولكن في الأعمال الأدبية والمقالات. عدة كتاب من البوسنة والهرسك والبلدان المجاورة مكثوا هنا وتمتعوا بهذه المناطق. المدينة أسست لأول مرة من الخارج ثم بنيت من الداخل. تم بناء المسجد والمدرسة التي لها أهمية كبرى، ففيها أعيد كتابة الكتب. وفي القرن السابع عشر والثامن عشر كان هناك مستوى عالٍ في الثقافة ومجال نحو الأمية في قلعة بوكسيتاي.